يجب التحضير بصورة جدية لتعريب الكنيسة الأرثوذكسية يجب التهيئة الصحيحة القانونية أيضا نيجي نعمل كنيسة عربية الرئاسة يجب أن تكون عربية ونحن بحاجة إلى هذا الإجراء لكن في كل المواقع يجب من يكون على السدة فوق ملتزم وطنيا قمنا بتقديم الشكوى لعطوفة النائب العام أه، تقبل النائب العام عطوفة النائب العام الشكوى وتم تسجيلها بشكل رسمي ووعد بالاطلاع على حيثيات هذه الشكوى ووعد انه يمشي بالمسار القانوني الكامل لها بدون اي مواربات سياسيه أه، عنوان الشكوى هي عباره عن أه، أه، شكاوي ضد بطريرك ثيوفولوس والبطريركيه بدعوات لبيعات اراضي وتسريب اراضي للكيان الصهيوني في القدس الشرقيه والقدس الغربيه